طب احنا دلوقتي معانا اول مكالمه تليفونيه، اسماء من اليوبيه. اهلا بيكي يا اسماء. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي اسماء. قولي لي انت برج ايه؟ 18/8 برج الاسد. 18/8 برج الاسد. طب سؤالك دكتور نبينا عن ايه؟ الدنيا معايا مش احسن حاجه، يعني عايزه اشوف الدنيا هتتظبط امتى، لان الدنيا مش مظبوطه خالص. في ايه بالظبط؟ يعني في الحياه العاطفيه، في الحياه العمليه؟ انا متزوجه وجوزي 7/2. 7/2. الصحة مش أحسن حاجة ولا النفسية مش أحسن حاجة برضه. طيب ممكن أسألك سؤال؟ أولا مساء الخير. مساء النور، ازيك يا دكتورة مريم؟ أهلا أهلا بيكي. ممكن أسألك، أنت من 2017 لغاية دلوقتي عندك ضغوطات ومشاكل في داخل البيت، إيه هي؟ الدنيا ملخبطة، يعني حتى الجواز كانت الدنيا مش مظبوطة، وبعد الجواز برضه الدنيا مش مظبوطة. طيب بصي، بالنسبه لبرج بالنسبه لحضرتك انت في عندك تغيير، بس التغيير ده هيبدا من شهر 6. فانت عصبيه، سريعه، بتحبي النظام، لكن عايشه في مكان فوضى. فحاولي تسيري الامور لشهر 6.